الحديث مشاهدينا الكرام اذا على الصراع الامريكي في العراق، معنا عبر سكايب من باريس سياسي العراقي سيد امير المفرجي. مرحبا بك استاذ امير معنا. اذا قائد القياده المركزيه الوسطى قال انه واثق بان وجود قواته سيكون طويل الامد في العراق، كيف تقرا هذا الكلام مع تصاعد الصراع الامريكي الايراني على النفوذ داخل العراق؟ تحياتي لكم ولقناة الرافدين، وتحياتي لك سيد نصير مع شكري لهذه الاستضافة. لا شك إن ما يحدث الآن بين أمريكا وإيران في مشكلة المليارات التي أعلن عنها من قبل السفارة الأمريكية في بغداد هو ليس بشيء جديد. فالولايات المتحدة الأمريكية والأسرة الدولية بالرغم من وجود بعض الدول يعني التي ترتبط بإيران تعلم بأن الحرس الثوري الإيراني ومن يترأسه الولي الفقيه علي خامنائي يتربعون على ترسانة من الدولارات من المليارات الدولارات التي سرقوها من جيوب الإيرانيين. والآن أمريكا أدخلت هذه المشكلة لأنها قد دخلت في فترة الصراع الآن الحالي والذي بدأته بعقوبات صارمة، أصبح الشعب الإيراني هو يعني المتضرر الأول. فلهذه التصريحات علاقة بما يحدث الآن، لأن الإيرانيون قد لا يعلمون بأن المليارات الموجودة قد خزنت من قبل الحرس الثوري في بنوك تسمى ببنوك خارج الأطر الدولية في جزر يعني لا تعتمد على وجود الشخصيات التي تملك هذه الأموال، ولكن الخامنائي منذ مدة طويلة قد بنى هذه الترسانة استعدادا لما بعد هروبه من إيران. طيب نعود لتصريح قائد القيادة الأمريكية الوسطى بأن قواته ستبقى لها بقاء طويل الأمد، ماذا يعني ذلك هذا التصريح؟ أولا هذا هو تصريح يعني إلى النظام العراقي وخصوصا إلى الأحزاب الطائفية التي جاءت بها إيران، وهي أن مشكلة العراق سوف لا تنتهي ببقاء هذا النظام الطائفي الذي استفادت منه أمريكا في البداية، وكما يقول الكثيرون وكما قلت أنا سابقا على قناتكم الموقرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت من وجود هذه الأحزاب الطائفية لتثبيت أقدامها. الآن إيران أصبحت عائق على أمريكا، وعندما نتكلم عن إيران نتكلم عن الأحزاب الطائفية التي تحكم في النظام العراقي من يعني في المؤسسات من في رئاسة الوزراء في مؤسسات الدولة العسكرية. فلهذا الولايات المتحدة قد دخلت الآن إلى المرحلة في نظري الأخيرة لتقديم أظافر إيران من العراق وأبعادها ويعني ترك مصير هذا النظام يتكفله الشعب الإيراني الذي عانى منها الكثير. أيضا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي قال أن القوات الأمريكية موجودة بطلب من الحكومة في بغداد، إذن هي ذريعة أخرى للبقاء فضلا عن ذريعة محاربة الإرهاب، ولكن تتالت ردود الفعل أستاذ أمير من وكلاء إيران في العراق على تصريح السفارة الأمريكية بشأن ثروة خامنئي. لماذا برأيك انتفضت ساسة العراق الجدد دفاعا عن خامنئي والعراق بهذه الحال؟ لا شك عندما يعني نقرأ قراءة موضوعية للوضع السياسي في العراق نلاحظ هناك اتجاهان في هذه السياسة داخل هذا النظام السياسي. هناك سياسة تعتمد على البقاء على الرغم من وجود مشاكل كبيرة ستصطدم بهذا النظام، ألا وهي يعني انتهاء ورقته في العراق، ولكن هم يترجون أن تبقى حتى وبوجود القوات الأمريكية حتى بوجود النظام الأمريكي. ولكن المشكلة إيران تتدخل يعني بين فترة وأخرى لاستعمال هذه يعني الأذرع الإيرانية في العراق لتثبيت يعني موقفها من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في اعتقادي الشخصي أن الحكومة العراقية التي يمثلها السيد عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية لهم رأي في وجود القوات الأمريكية ووجود أمريكا في العراق، وهو رأي واضح ببقائها لأنهم جاءوا من قبل ضوء أخضر أمريكي.
أما الأحزاب الطائفية التي يتكلم عنها السيد كما شو اسمه السناتور الأمريكي تقصد؟ شو اسمه العفو، تقصد السناتور الأمريكي؟ لا لا، العراقيين نحن من أي جماعة الأحزاب نعم. الطائفية، أي فهؤلاء لهم يعني مصلحة أخرى تعتمد على وقوف إيران في يعني في داخل الصراع الأمريكي الإيراني، لأن مستقبلهم ومع مستقبل إيران في المنطقة، وأقصد به السيد هادي العامري نعم والمهندس اللذان هما المسؤولان عن شبكات إيران العسكرية والسياسية داخل المؤسسات المهندس العراقية. أستاذ أمير القيادي في ميليشيا الحشد قال إن إيران لها الفضل على العراق، وإن خامنئي سماه خيمة العراق الكبرى. ألا يعد لا هذا بالعكس، نعم، كيف تصف هذا التصريح؟ ماذا يعني؟ هذا تحدي للعراق وإلى يعني مستقبل العراق وإلى يعني الشرف العراقي، لأن العراق هو قد احتل من إيران، ولكن عندما يتكلم عن خيمة السيد المهندس يتكلم خيمة وضمان له شخصيا ولأحزابه ولأفراده، ولكن ليس للعراقيين. انتظروا قليلا، العراقيون لا يريدون ان يبقوا في يعني في زمان تحتله ايران، لان ايران لها اجنده قوميه لا تخص العراق، وليس لها اي مستقبل وليس لها يعني اي اتصال بمستقبل العراق. ولكن عندما يتكلم السيد هادي العامري والمهندس يتكلمان عن مستقبليهما في الحكومة العراقية وفي النظام السياسي الإيراني الذي جاءت به ملالي قم وطهران في العراق. طيب، السؤال الذي يطرح دائما أستاذ أمير، تصادم التصريحات بين وكلاء إيران في العراق والمسؤولين الأمريكيين، هل يمكن أن يتطور إلى تحركات جدية على الأرض أم أنه مجرد تصريحات؟ أنا لا أعتقد بأن السيد هادي العامري والمهندس لهم القدرة في تغيير السياسة العراقية مع أمريكا، لأن السياسة العراقية التي يتبع بها الآن من قبل الحكومة العراقية هي سياسة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والسيد عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية لم يكونا في هذا المكان لولا الضوء الأخضر الأمريكي. إذن ما يقوله السيد هادي العامري وما تقوله المنظمات الميليشياوية هو مجرد بوق لإيران يعني الدفاع عنها سياسيا، ولكن في صلب الموضوع هؤلاء لا يستطيعوا أن يعملوا قط شيء، لأن مستقبل السياسة العراقية قد ضمنته أمريكا، ولكن وجود إيران هو الذي يزعجها، وهي الآن تدفع في هذا الوجود إلى خارج العراق. عبر سكايب من باريس، سيد أمير المفرجي السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.